السلام عليكم حبيبات ديالي كنتمنىكم تكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو عواشركم مبروكه ان شاء الله باش ما تمنيتوا بالصحه والسلامه اليوم ان شاء الله الغزالات ديالي غنشارك معكم واحد وجوج ديال الوصفات اللي ساهلين اقتصاديين منهم بينهم هاد الكيكه هذه اللي راك شفتوا معايا كتجي خفيفه اقتصاديه بجوج البيضات ان شاء الله وغادي نشارك معكم كذلك هاد الغريبه هذه بدون دقيق يعني كتجي رائعه وكتجي زوينه ومكونات لي بسيطه كتعطيكم واحد الكميه اللي وفيره أه كنتمنى دي الغزله ديالي انا هاد الفيديو يكون عجبكم وما تنساونيش الحبيبات ديالي بالتشجيع ديالكم للقناه والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم والاخوات والصديقات اللي انضموا عندي جداد للقناه كنقول لكم مرحبا بكم عندي والحبيبات ديالي اكيد صديقات ديالي اللي دائما كيكتبوا لي كومونتيرات زوينه شكرا شكرا لكم بزاف الحبيبات ديالي على التعاليق ديالكم رائعه وغندوز معكم الوصفة عندي هنا 200 غرام ديال اللوز زائد 200 غرام ديال الكركاع بالنسبه للمكونات كما قلت لكم بساطين عندي 100 غرام ديال السكر سنيده بيضه كامله غدا نزيد عليها حتى البيضه الاخرى لان ما البيض اللي عندي الحجم ديالو صغير وعندي ملعقه صغيره ديال القرفه صافي البنات هادو هما المقادير كيف لاحظتوا معايا سهله وماشي شي حاجه اللي كثيره بالنسبه لهاد المرحله البنات هدا نطحن داك اللوز اللي عندي حاولوا انكم تخليه حتى شويه هاكا مهرمش يعني مطحنوش بزاف طحنوه لكن ما تخليوش غليظ غير حاولوا انكم ما تنيلوش كيف ما كنقول يعني بالدارجه يعني ما تخليوش بودره صافي الكركاع كذلك هذا نطحنو غير بالنسبه للبنات اللي بغاو يبدلوا مثلا الكريكاع يديرو بلاصتو للكوكا او لا المهم على حساب البنات يعني كل واحد وداك الحاجه اللي كيبغي المهم هذيك فكره للتعويض بالنسبه للاخوات اللي كيبغاو يعوضو بحال ها بحال هكا يعني بحال هاد لي فخويساك راه يمكن لكم تغيروا داكشي اللي نتوما كتبغيو صافي هنا كيف لاحظتو معايا صباح عندي هذا هو القوام ديالهم ما رققتهمش بزاف يعني ما حتى نيلتهم غدا ندوز معكم التتمه المقادير اللي كامله غادي نقولها لكم مضبوطه كيف كتشوفوا معايا زدت معاهم واحد المعلقه ديال ديال الكونفيتير اللي غادي نحتاجها صافي البنات هنا كتاخذوا واحد الاناء وكتوضعوا فيه يعني اللوز ديالكم مع داك الكركاع من بعد ما طحناه غدا ما تخافوش البنات غنعاود نذكر معكم المكونات كامله لانني قبيله ما كنتش حطاهم كاملين مي دابا نذكرهم معكم كاملين صافي هنا خلطت داك الكركاع واللوز بالنسبه للمكونات اللي غتنضيف عندي ملعقه صغيره ديال القرفه لان القرفه كتجي زوينه البنات مهمه في هذه الحلوه هذه بالنسبه للسكر استعملت 100 غرام كاين لكم تسعين 90 غرام 80 غرام 120 غرام على حسب الحلاوه اللي نتوما بغيتو صافي هنا كتخلطوا داك السكر مع داك المكونات غادي نضيف خميره الحلوه بالنسبه لخميره الحلوه ديروا غير خمسة غرام ما تكتروش حتى الا كثرتوا الخميره غادا تخسر لكم وغادا تضيع وغادا تسيح لكم بالنسبه للخميره الحلوه ديروا ملعقه صغيره باش هكا تهنيو راسكم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو العبار بالملعقه صافي هنا غدا نضيف الكونفيتير عندي ملعقه صغيره عفوا كبيره ديال المربى ديال المشماش اللي كيعطيها واحد التعليكه اللي كتجي رائعه وتف في الغريبه ديال الكوكو السميده كنضيف الكونفيتير كيجيني زوين وحتى بالنسبه للفقاس تا هو كنضيف في العجينه ديالو الكونفيتير كيجيني زوين ما عرفتش كيعطيني واحد التعليكه واحد المذاق مميز في الحلويات المهم انا كيعجبني اه هنا غدا نضيف بيضة كامله وغدا نزيد البيضه الاخرى لان كيف لاحظتو يعني الكميه اللي عندي شويه لا باس بها الا درتو 125 غرام 125 غرام ديرو بيضه واحده الا كنتو دايرين 200 غرام ديرو جوج ديال البيضات الا صغار اذا كانوا كبارين ديروا بيضه ونص المهم نتوما هذيك البيضه كتخليوها كتلعبوا بيها غادي تخلطوها تشدوها ديروها فواحد الاناء وتخلطوها وتوضعوا منها غير النص ديالها صافي هنا ضفت البيضه الاخرى لان بلي القوام خصو يكون بهذا الشكل هذا يعني كانت خاصاني دائما البنات كنقول لكم على ديك القضيه ديال عينكم ميزانكم بالنسبه للطحين بالنسبه للحلويات راه واخا نقول لكم مثلا الكميه ديال الطحين مضبوطه تقدروا نتوما تكون عندكم زايده شي 50 غرام ولا 100 غرام اللي عندي انا ناقصه على حسب النوعيه ديال الطحين كذلك بالنسبه للبيض لان البيض فيه الحجم الكبير فيه الحجم الصغير يعني هنا ما كنقدروش نحدو بالضبط يعني بالنسبه للاخوات غير شوفوا القوام صافي هنا البنات عندي السكر بودره اللي ضفت معاه واحد الملعقه كبيره ديال النشا ضروري البنات ديروا ملعقه كبيره ديال النشا سورتو البنات اللي عندهم مشكل مع السكر بودره ما كتكونش الجوده ديالو مزيانه اولا ما كيلصق لهمش ديروا معاه ملعقه ديال النشا راه هي السر باش كتلصق لكم على الغريبه ديالكم صافي هنا كدهنوا يدكم بالماء الزهر اللي وريتكم في ديك الزلافه الصغيره هذاك راه ماء الزهره البنات كدهنوا يدكم به باش هكا تجي ديك النسمه ديالها زوينه وتلقاو ديك السهوله هكا باش ت... باش تكورو أنا صافي غنبقى هكا مستمره نتوما كتقادو بالنسبه للعبار البنات على أه حساب نتوما كيف بغيتو الغريبه ديالكم انا درت فيها 20 غرام 20 غرام الحجم ديالها نتوما بغيتو ديرو اكثر بغيتو ديرو صغار المهم انا 20 غرام يمكن لكم تاخذوا العبار يعني الميزان ديالكم وتعبروا به انا عيني ميزاني عارفه داك العبار هو هذاك يعني الحجم ديالها كتكون هكا متوسطه ما كبيراش ما صغيراش. المهم كتجي كتجي زوينه صافي كنبقى كم سته مره كنوضع كنفندها في داك في داك السكر بودره مع النشا كما قلت لكم البنات غادي نعاود نذكر لكم قضيه النشا راه مهم بالنسبه للاخوات اللي عندهم شك في السكر ديالهم يعني, يعني ما كتكونش ديك الجوده اللي اللي باغيينها سورتو البنات اللي هنا في اوروبا ما غاديش يلقاو لانني جربت انا بزاف الانواع ديال السكر بودره وما ضفتش لهم النشا ما كيتبتش ليك كيف بغيتي الا لا ضفتي معاه ملعقه كبيره ديال النشا راه هي اللي كتخلي لكم داك سميتو ديالكم الحلوه ديالكم هكا تلبس بداك بدك السكر وتبقى قابطه مني تدخل الفران يعني مني كتشقق كيبقى يبان لكم داك داك البياض ديال السكر وداك ال... داك ال الفرق داك الفرق اللي كيكون باين يعني الحلوه كتبان مشقه اكيد البنات عرفتوني شوية بغيت لكم يعني السكر يبقى ظاهر لكم على الحلوه ديالكم وكيبان باللي مزينها ماشي كتبان لكم دايبه ويبان دوك داك السكر ديالكم كيتحقق لكم وهذا المهم البنات حتى بالنسبه للفرن راه درجه الحراره ديال الفرن ديالكم مهمه بزاف 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 بالنسبه للفران ديالي البنات انا الفران ديال الضو كنسخنوا على 180 درجه الفوق والتحت حتى كيسخن مني كان ندخل الحلوة ديالي كان غير الفوق التحت كان طفيه. البنات خاصكم تطفيو الفران ديالكم من التحت مني كتبغيو تدخلوا الحلوة ديالكم يعني كتسخنوا في الأول الفران من اللي كتبغيو تدخلوا الحلوة ديالكم حاولوا أنكم تطفيو عليه من الأسفل تخليو غير الفوق هو اللي شاعل على 180 درجة حتى 170 بالنسبة للحلوة ديالكم تكون في الوسط ما تكونش الفوق ما تكونش طالعة بزاف باش هكا تاخد الوقت ديالها باش تشقق ليكم ملي كتبان لكم صافي راه تشقات صافي كتخليوه شاعل على الفران ديالكم من فوق لتحت حتى كتاخذ داك اللون اللي نتوما بغيتو غير ردوا البال الفران ديالكم ما يكونش مجهد الا كان درجه الحراره ديال ديالو كتعرفوه عاليه ديروه غير على 150 انا الفران ديالي هذا هو الطياب ديالو لان حتى نوعيه ديال الفران راه مهمه بزاف آه لاحظوا معايا هنا الغزالات ديالي من بعد ما طلعت الحلوه من الفران كيجي هذا هو الشكل ديالها كتجي مشقه ودابا الحبيبات ديالي غندوز معكم الوصفه الثانيه وهي واحد الكيكه اللي صراحه كتجي رائعه زوينه بزاف خفيفه كيف كتلاحظوا معايا يعني كتشهي اقتصاديه فقط بجوج ديال البيضات مكوناتها في كل بيت قطنيه راني كنوريكم الصوره باش هكا تشوفوا الوصفه وغنبدا على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج عندي تقريبا هنا السكر كيبقى حسب الذوق عندي 80 غرام ديال السكر كأس من الزيت تقريبا مية وعشرين مللي، الحليب كذلك مية وعشرين مللي، ربع كاس ديال الماء، الغازي إلا متوفر عندكم، ما متوفرش ديروا الماء العادي، جوج ديال البيضات، ملعقة من الخل، أه ساشي ديال الفاني، خميرة الحلوى 16 غرام، وشوية ديال الملحة، وميتين وتمانين غرام ديال الدقيق، كتاخذوا إناء وغادي توضعوا فيه البيض بالنسبة للبيض خاصو يكون ضروري بدرجة حرارة الغرفة باش يجيكم الكيك ناجح ما تجبدوش من الثلاجة وتستعملوه ضفت السكر الخشن والسكر الفاني وشوية ديال الملحة بالنسبة للطراب الكهربائي إلا ما عندكم ديروا الخلاط اللي كنديروا به العصير رداً نطرب البيض مع السكر مزيان حتى يولي اللون ديالو أبيض فاتح يعني بدك كي تضوب لي الحجم ديالو باش هكي يجيكم الكيك زوين بالنسبه للحليب كذلك البنات دائما ما تجبدوش من الثلاجه وتستعملوه يعني يكون دافي يكون حتى هو بدرجه حراره الغرفه بحالو بحال البيض تماما باش هكا الكيك ديالكم يجي ناجح دابا غادي نبدا نوضع في الزيت بالتدريج كذلك يعني ماشي دفعه واحده غير بشويه ونطربوا في نفس الوقت بعد ما خلطت الزيت مع باقي المكونات ضفت الحليب وغداً نضيف ربع كاس صغير ديال الماء كيف ما شفتوا الا متوفر عندكم الماء الغادي استعملوه الا ما متوفرش استعملوا الماء المعدني او الماء ديال الروبيني عادي ضفت الدقيق مع خميره الحلوى يعني بالتدريج وكنشوف يعني القياس اللي غادي نستعمل انا انا استعملت انا 280 غرام ديال الدقيق الابيض اللي خاص بالحلويات وانتم عينكم ميزانكم على حسب النوعيه اللي عندكم ديال الطحين تقدروا تديرو اقل تقدروا تديرو يعني اكثر المهم ان القوام ديال الكيك ما يكونش تقيل وما يكونش خفيف بزاف حيت الا كان تقيل بزاف راه تهبط لكم و كان خفيف كذلك راه تهبط لكم لهذا حاولوا انكم توازنوا كيف ما غادي تشوفوا معايا في الصوره نتوما كتخلطوا وكتشوفوا غدا نوريكم القوام ديال الكيك كيف جا قبل راني سخنت الفران على 180 درجه فوق وتحت وخذي الطلاطه ديال الفرن دهنتها بشويه ديال الزبده والطحين اولا تفرشوا ليها ورق الزبده اللي بغيتو كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديال الخليط كيكون ماشي تقيل وما كيكونش خفيف ملي كتبغيو توضعوا الخليط ديالكم في القالب ضروري انكم تحاولوا انكم تطلعوا يدكم لفوق باش يحيد منو داك الهواء اللي تيكون فيه وتخبطوه بحال هكا عاد تدخلوه للفرن وكيجي هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما طلعته من الفرن خليتو تقريبا واحد خمسة وثلاثين دقيقة على مية وثمانين درجة وانتم على حسب الفرن اللي عندكم لاحظوا معايا كيجي كي خفيف بزاف الا بغيتوا الكيكه ديالكم تجي دي كبيره وتجي عملاقه كيف ما كنقولوا عريضه يمكن لكم تضولوا المقادير انا درتها هكا وبغيتها تجيني شويه يعني ماشي غليظه بزاف تكون خفيفه لان الكيك ملي كيكون عريض بزاف انا صراحه ما كيعجبنيش يمكن لكم البيض تزيدوا في المقادير يعني بغيتوا تطولهم ولكن هكا جاني احسن كذلك بالنسبه للمول الا كان كبير راه يمكن لكم تضبلوا المقادير اوكي جدا هو الشكل ديال الكيك قربت ليكم الصورة. بساف قرب لكم الصوره راه كيبان خفيف بزاف وناجح كنتمنى انكم فعلا تجربوه وغدا نقرب لكم الصوره اكثر باش هكا تشوفوا كيف جات الخفه ديالو يعني راه من الصوره كيبان خفيف كنتمنى انكم تجربوه و عجبتكم الوصفه وعجبتكم القناه وعجبكم المحتوى لا تبخروش ليا بلايك وتشجيع ديالكم القناة باش نزيد نقاسم معكم المزيد من الوصفات السهله والبسيطه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وصفات اخرى السلام عليكم